طيب زي ما اتفقنا اللي جاي مكثف، عارف انت الكورس المكثف، فمفيش وقت، عندنا مهمه صعبه وليست مستحيله، عندك بطولات مهمه جدا، عندك يعني ضغط مباريات صعبه، كلها صعبه، ماتشات الافرو ليج كلها صعبه، ماتشات الكاس العالم كلها صعبه، حتى الدور التمهيدي وماتشات الدوري انا متوقع انها تكون من الصعوبه، انه التقل كله جاي في الثلاث شهور اللي جايين، وبالتالي محتاج تتحرك بسرعه، وخصوصا ان المشوار الدوري هيبدا كمان اقل من 48 ساعه، زي دلوقتي كده تقريبا يوم الثلاث هنبدا مشوارنا ان شاء الله في مواجهه المصري البورسعيدي. فاني خلينا دايما نتكلم في اللي جاي، بدايه ارحب بنجمنا النهارده وضيفنا كابتن اشرف ممدوح اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، وحشني جدا، ودايما انت جدا. عارف ببقى سعيد معك. اول مره بيتهيألي اقابلك في السادسه، اقول لك هارد لك. دي حقيقه من سنين، صح؟ يعني احنا بقالنا كتير جدا. الحمد لله النادي الاهلي يعني بيتوج دايما بالبطولات، ولكن الحمد لله يعني طبعا وارد طبعا وارد 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 جدا وارد. المباراه ظروفها صعبه الحقيقه، يعني يعني خليني اقول لك انه يعني في الوقت الخساره دايما كنت بقول انه ما بتزعلش، انت شبعان بطولات، بس ممكن تزعل عشان ما ظهرتش بالشكل المطلوب، ممكن تزعل عشان حسيت انه البطوله كانت قريبه وكانت سهله يعني، لكن ما يعني مش قصه البطوله نفسها، قصة احنا ازاي ظهرنا. خلينا ابتدي معاك، انت عارف في كنت شاكك بس كنت متأكد، والله هو انا عندي نفس، ممكن الناس كتير تشاكني، انا قلقان بس مطمن، يعني عارف في احساس انه هو ايه اللي حصل واللي جاي عامل ازاي، لانه اللي جاي صعب جدا، بس برضه في حته بتقول لي انا مطمن لانه ده الاهلي، فاهم يعني؟ فاهم الخليط او المزيج ده من المشاعر موجود عندي، فقلت ابتدي بيه معاك. قلقان ولا مطمن؟ لا انا مطمن جدا، يعني عكس بعض الناس اللي شايفه انه البدايه او البدايات دايما بتفرق. صحيح البدايات دايما بتفرق، ودايما بتدي لك انطباع على الموسم هيبقى شكله عامل ازاي. لكن النادي الاهلي ناس كتير عارفه جدا، وجماهيره والناس القريبه واللي بتثق في لعيبه النادي الاهلي عارفه دايما ان غرفه الملابس عندنا دايما بتقدر تلم الامور بسرعه جدا. يعني بتقع وقعه بسيطه لكن بتقدر تقف بسرعه جدا جدا، تقدر تلم الشمل بسهوله جدا. الفكره ان الموسم ده بدايات يعني لاول مره من سنين طويله جدا ارتياحيه غير طبيعيه. أي. النادي الاهلي اعتقد ده افضل سيناريو لبدايه موسم من اربع مواسم، مفيش افضل من كده. يعني جهاز فني مستقر، مجلس اداره الحمد لله مستقر جدا وبيلبي طلبات الجهاز الفني على اكمل وجه. في راحه سلبيه للاعبين، معسكر خارجي، سكواد معظم عظيم جدا جدا. تعاقدات مفيش افضل من كده، حتى عوده الناس يعني نسب وصلاح محسن وعوده المصابين ان شاء الله كريم فؤاد واكرم توفيق، وبالتالي يعني انا شايف الحمد لله معسكر خارجي في النمسا، معسكر خارجي، وكمان المعنويات من الموسم اللي فات عاليه جدا جدا، وبالتالي انا تفتكر ده ممكن يكون عمل يعني كل الـ المعطيات دي اللي كلها بتصب في مرحله الايجابيه ادت مثلا ايه، مش عايز اقول غرور، لكن يعني تقول مثلا ايه ثقه زايده. طب خليني اقول لك السبب، يمكن انت خدتها من على لساني. انا شايف ان احنا خسرنا من هنا. الثقة الزيادة جدا 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 عند لاعبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والسوشيال ميديا اللي صدرت ان البطولة خلاص في دولاب النادي الاهلي انعكست تماما داخل المستطيل الاخضر، داخل المباراة، لانه المنافس اللي انا بحترمه جدا او بحترم فيه انه احترم النادي الاهلي جدا جدا جدا. المدير الفني للاتحاد العاصمه احترم النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لو لاحظت في المباراه في كل دقيقه في المباراه في التزام غير طبيعي من اتحاد العاصمه. وفي ثقه زياده من لاعبتنا، ثقه زياده في المكسب، معنويات كبيره جدا جدا من الموسم اللي فات، يعني نازل المباراه اني خلاص كسبان المباراه. ودي احيانا بتدي لك انت يعني طبعا بتدي لك انا بدات كلامي معاك من هنا ليه اشرف، يعني من هنا يعني النقطه دي وارد جدا جدا حتى النادي الاهلي، مش احنا بنقول يعني سيد اسياد قاره افريقيا والمارد الاحمر وده شيء ما فيش نقاش فيه، لكن وارد جدا يبقى فيه كبوه،
وحصل طبعا. الموسم اللي احنا بنقول عليه استثنائي موسم الذهب ده حصل فيه كبوات للنادي الاهلي صحيح. فاكتر من مره ورجعت تقدر تقوم بسرعه عشان نعرف اللي حصل ده لانه طبعا امبارح كابتن كبير فتحي نصير كان ضيفي فكان بيقول انه او السبب الرئيسي من وجهه نظره زي ما هو شرحه لنا انه بدايه موسم وافتقاد للياقه المباريات بشكل كبير جدا وافتقاد للانسجام بالذات نزل الصفقات الجديده فده اثر او خلى الاهلي ما يظهرش بالشكل اللي احنا هي منتظرين. عده عوامل طبعا طبعا عده عوامل في الشكل لكن شيء تفرق معايا قوي وانا رايح معاك لبدايه موسم بماتش المصري كمان يومين ان انا اعرف انه الدروب اللي حصل ده هو ده مستوانا في بدايه الموسم فبالتالي احنا محتاجين نشتغل بسرعه جدا 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 ونركز اكتر بكتير من اللي احنا بنعمله دلوقتي ولا كبوه نقدر نفوق منها بسرعه والكلام او الشغل يبقى في اوضه اللبس من كابتن من مستر مارسيل كولر ومن كابتن خالد بيبو. طيب هل في شك في ان هناك فوارق فنيه وبدنيه وخبرات للاعبتنا عن اتحاد العاصمه طبعا مع كامل الاحترام ليهم؟ بالتاكيد لا في فوارق فنيه وفي خبرات كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي فوارق حتى في الخبرات اللي اكتسبوها من البطولات يعني هذا الجيل انا بتكلم مش بس عن النادي الاهلي على مدار تاريخه انا بتكلم على هذا الجيل اللي حصل على 3 بطولات لافريقيا وسوبر افريقي ودوري ومباريات وبرونزيه كاس عالم وبالتالي هذا الجيل عنده من الامكانيات والفوارق الفنيه كتير جدا جدا عن لاعبي اتحاد العاصمه الجزائري لكن زي ما قلت لك الثقه زياده زي ما قلت لك عدم الجاهزيه الكامله في بدايه الموسم وانا بستغرب الحقيقه يمكن يكون عندك رد عليا ليه بطوله او مباراه ببطوله سوبر افريقي تحدد في هذا التوقيت ليه في بدايه ليه بس ده ليه كتير قوي يعني احنا ممكن يعني موضوع التوقيتات والاجندات بتاعه البطولات ده يلخصها عنوان بسيط اسمه حاله عك حاجه مش طبيعيه يعني خليني وده هيتكرر على فكره تاني ويمكن ده واحد من الحاجات اللي انا عايز اكلمك فيها ما هو السبيل او ايه الحل بس خليني او اسمح لي نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح قبل بس ما اقفل ماتش السوبر عايز اسمع راي كابتن اشرف في الظهور الاول لامام عاشور ورضا سليم رضا سليم انا شايفه يعني ادى بشكل جيد جدا يعني اقدر اديله مثلا 7 من 10 او 7.5 من 10 يعني ادى بشكل مميز وكان بيشكل خطوره على مرمى اتحاد العاصمه كان في ثقه في الاداء لكن لسه مش جاهز بدنيا ولا فنيا ولا ذهنيا بنسبه 100% وده طبيعي امر طبيعي يعني تبقى صعبه برضو لما يبقى اول ظهور ليك في مباراة حاسمة بطولة فاصلة يعني بطولة يعني اكيد بيبقى فيها برضه ضغط زيادة شوية عارف ان الناس كلها مستنيها تشوفك صحيح اول مرة فده بيبقى بالتأكيد بيأثر ايا كان الاسم اللي موجود بيكون عليه ضغوط كبيرة جدا لكن امام انا بعذره تماما امام كمان مش بس اول ظهور مش بس مش جاهز بدنيا مش بس لان امام كمان كان بعيد جدا نتيجة الاصابة يعني 4 شهور او 5 شهور وبالتالي يعني ليه كامل العذر عشان كده كنت اتمنى يعني مشاركة البيرستا وحسين شحات كهربا أفشى الناس اللي انهت الموسم اللي فات لكن طبعا اكيد مستر كولر ليه وجهه نظر شايف ان هم اجهز شايف ان ممكن يعني نتيجه قوه النادي الاهلي ودي الثقه اللي بكلمك عنها احمد انه الثقه الكبيره من مستر كولر في لعيبته وثقه اللعيبه نفسها في 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 امكانياتها وان هم ان شاء الله كانوا قادرين ان هم ينهوا المباراه دي لصالح النادي الاهلي اعتقد ان دي فرقت كتير جدا في اللقاء واعتقد ان ده كان من ضمن الاسباب الرئيسيه في اننا خسرنا البطوله دي يعني. طيب قبل ما اروح معاك لماتش المصري النهارده كان في مؤتمر صحفي لبيريرا رئيس لجنه الحكام تعال نشوف جزء منه كده ويعني اتكلم معاك في خلاصه المشهد التحكيمي او خلاصه المؤتمر الصحفي في كلام اتقال كويس في كلام كنا نتمنى ان احنا نسمعه خلينا نشوف بيريرا قال ايه الاول وارجع اسمع تعليق كابتن اشرف ممدوح صباح الخير We start by drafting the strategic education and development master plan for the season 2024-28. As part of this organization, we organized the refereeing department and also the referees committee, which are now two separate bodies.
ونتيجه للتعليم والتطوير، الجزء التعليم والتطوير بقى عندنا شقين، شق اللجنه بتاعت اتحاد الكوره، والشق الثاني اللجنه الاداريه او الاداره الحكام. We develop one referring digital platform. ومفترض في قاعدة بيانات، لا مش قاعدة، ديجيتال بلاتفورم أو منصة إلكترونية جديدة للجنة أو للحكام. So all appointment system and all assessment system will be now automatically. فكل طرق التعيينات الجديدة هتبقى أوتوماتيكلي أو هتبقى أوتوماتيكلي، مش هتبقى مانوال. We are going also to have a new assessment system. وبرضه هيكون في طريقة مراقبين جديدة أو طريقة جديدة، تقييم جديد للمباريات. So these new systems allow us to be more efficient in management, but also to have at the end of the season one referring ranking. بالفعل الدورات التأهيلية دي هتساعدنا كتير جدا، بس ده هتساعدنا أكتر في نهاية الموسم علشان يكون عندنا تقييمات لكل حكام. So in this way we decide the category 1 referees, category 1 assistants and the list. اللي حضراتكم شفتوه ده طبعا جزء من المؤتمر الصحفي. انا قلت انه التحكيم واحد من اهم الاضلاع الاساسيه في نجاح الموسم او نجاح منظومه الكره في مصر، وقلت القصه مش مرتبطه بس بالانديه ومصالح الانديه وقوه المسابقه ومبدا الشفافيه والعداله وتكافؤ الفرص، لكن مرتبطه كمان بعوده هيبه وسمعه التحكيم المصري اللي يمكن تكون اهتزت بشكل عنيف في المواسم الاخيره. أقول لك أهم ما جاء في تصريحاته. فضل. طبعًا في قصة يمكن أنا اللي سمع على حسب ما أنا سمعت في كلامه، طبعًا إنه دي خطة تطوير التحكيم بداية من الموسم ده لموسم 28، ده اللي أنا سمعته لغاية سنة 28. اتكلم إنه هيكون في كيانين منفصلين، كيان مختص بلجنة الحكام وكيان خاص بإدارة ملف التحكيم. اتكلم على انه هيبقى في نظام رقمي او سيستم يعني هيشتغلوا بيه في فكره التعيينات، بحيث انه تعيين حكام المباريات ما يتدخلش فيه اي عنصر بشري، وهيبقى في كمان في نفس السيستم ده نظام لتقييم الحكام ويتعمل لهم تصنيف. التصنيف ده في اخر الموسم يقول مين اجاد ومين ما اجادش، مين في نهايه او في ديل القايمه والترتيب، وبالتالي زي الأندية كده اللي في ديل القايمة ينزل للدوري الدرجة الأدنى، واللي طلع التوب من اللي تحت يطلع في الدوري الممتاز وهكذا. دي يعني أهم الحاجات اللي اتكلم فيها النهاردة. تقييمك يعني لتجربة بيريرا عموما يعني قبل المؤتمر؟ مش شايفها تجربة إن شاء الله تكون ناجحة، يعني أنا أتمنى إن اللي قاله ده ينفذ، وأتمنى إنه حتى لو الرجل ده في وقت من الأوقات حصلت مشكلة ومشي نكمل على نفس السياق. شايف إنه شايف انه قصه التحكيم في مصر عندنا مشكله اداره ولا مشكله مستوى؟ يعني هو ده مستوى حكامنا بجد؟ مشكله اداره. شوف انا يعني برجع كل حاجه لاصلها الطبيعي في الفشل اداريا. انت ناجح اداريا، بتحط بلان لمخططاتك، بتحط او لطموحاتك، بس ممكن ابقى انا مدير ناجح جدا بس العنصر البشري اللي موجود عندي لا يصلح مثلا من يعني ضمن لا معلش، ما هو من ضمن القرارات الاداريه الناجحه انك تعمل كوادر. دي من ضمن اهم القرارات الاداريه او المجالس الادارات الناجحه، ان يكون عندي كوادر بتتعلم من الخبرات اللي عندي او بتتعلم من النظام اللي عندي او النظم السليمه المطوره عندي، ان يكون عندي كوادر بطلعها عشان تستفيد من ده، وعشان يبقى عندي كوادر تقدر تكمل. ولو انا ما عملتش كوادر يبقى انا ما بنجحش، اكيد هيجي في وقت وقع وافشل زي ما بيحصل طول الوقت. لكن الراجل بحقيقة بيشتغل نظام الرقمي ده هايل جدا، لأنه بعيدا عن أي تدخل بشري، وكمان بيعمل لك سيستم طويل الأجل شوية، لأنه بيحسب كل أرقام الحكام، مستواهم دلوقتي وصل فين، بعد شوية اختياراتهم هتبقى عاملة ازاي، بعد سنة أرقامهم عاملة ازاي. يعني هيعمل لي تصفية كبيرة جدا جدا لحكامنا،
واعتقد ان هيكون في معايشات وهيكون في دراسات كتيره جدا الفترات اللي جايه. أيوة. ومحاضرات كتيره جدا. ومن ضمن الحاجات اللي قالها كمان انه في الحكام اللي هيحكموا او هيحكموا ماتشات الدوري المصري 36 حكم منهم 7 دوليين و57 معاهم 57 مساعد منهم برضو 7 دوليين. اللي كنت مستنيه الحقيقه في قصه الفار، انا هاجي بقى هاجي لك للمشاهد شويه عشان برضو نفهم عقليه المتلقي عامله ازاي عشان تقدر تشوف الناس مستنيه منك ايه. فكره انه انت بقينا بنشوف في اوروبا مثلا النهارده انه طبعا الفار منظومه تانية مختلفه تماما تقنيا، يعني كان تقنيا عن المنظومه اللي موجوده عندنا، لكن احنا عندنا حالات الجدل بالذات حالات الجدل التحكيم. انت عارف اذا كان المشاهد العادي بيخش في الديبيت بتاع الكره دي صح او القرار ده صح والقرار ده غلط، انا بقلب بعد الماتشات بلاقي في استوديوهات التحليليه حكام دوليين كانوا يعني كانوا حكام حاله حد حد بيقول اللعبه دي ضربه جزاء وحد يقول لك لا مش حد بيقول لك ده كارت احمر وحد، فما بالك بقى بالمشاهد العادي يعني يعمل ايه؟ الفار ده لتكمله النسبه القليله اللي بيخطا فيها الحكم. صحيح. يعني هي يعني بتكملي نسبه 100% عشان اوصل للقرار السليم. فدلوقتي اذا كان الفار بيعمل لي حاله الجدل دي في الشارع او حتى مع حكامنا، يبقى ايه الفايده؟ يبقى فين الازمه؟ فانا بقول لك انه لابد من تقنيه الفار انها تطور، ولابد من تقنيه الفار في حتى الدراسه لحكامنا او حكم الفيديو او حكام الفار، لان برضو عندنا مشكله فيها لغايه النهارده وبتحصل حالات جدل كتيره جدا، ومع وجود الفار حصلت مشاكل كتيره جدا في المواسم اللي فاتت. فانا اتمنى التطوير، لان الحقيقه منظومه التحكيم عندنا في مصر عليها جدل كبير جدا جدا، ما حدش بيتكلم ابدا على منظومه التحكيم في حالات في ان حكامنا بتاخد امتيازات او لا قدر الله رشاوي او، ولكن احنا بنتكلم في مستوى حكامنا، في تعديل ده، في يعني تحسين الصوره الفتره اللي جايه، وان حكامنا يوصلوا لافضل مستويات، خاصه ان الامور بقت اسهل كتير من زمان يا احمد. يعني النهارده انا عندي الفار والفيديو، يعني انا عندي حاجه برجع لها اقدر اخد فيها قرار سليم. فانا لابد من التطوير ده يتم، واتمنى ان شاء الله ان الراجل ده يدوله فرصه للعمل، وان نستمر علشان لو حصلت مشكله الراجل ده رحل في اي وقت نمشي على اللي يجي بعد كده يكمل اللي ابتداه الراجل ده، علشان انا شايف ان النظام الرقمي او النظم اللي قالها النهارده انا شايفها الحقيقه محترمه إضافة جدا إضافة وممكن تكون اضافه. واحنا لو بنكمل لو يعني تفتكر كلاتنبرج كان قال انه يعني وليه لا؟ يعني انا على فكره مش بتكلم دايما على فكره انه النظام اللي معمول بيه بره نجيبه ونطبقه هنا، ليه؟ ممكن احنا نجتهد على فكره، انه اللعبات اللي اثارت جدل انه يتم اذاعه النص الحوار اللي بين غرفه الفار وبين حكم الساحه عشان الشفافيه يعني. مزيد انت في النهايه يعني جزء من هدفك مش بس اللعبه وتطوير مستوى الحكام، لكن فكره انك انت تاكد على مبدا العداله مش عارف انا حاسس ان دي تفاصيل زياده قوي على المشاهد يعني. أيوة. بره على فكره الحكم بيعلن وهو بيقول الفار قال له كذا، بيقول انه تم اتخاذ القرار ده بناء على رؤيه الفار لكذا. عشان هي شفافيه زياده. لكن الحقيقه انا شايف ان التفاصيل الزياده في كره القدم دي انا شايف ان مع الوقت كل ما ندخل في تفاصيل اكتر انت هتفقد متعتك. يعني مثلا انا كان عندي في البدايه شك شويه او تخوف ان الفار ده هيقلل شويه من متعه كره قدم. هو صحيح بيعمل عدل كامل داخل الملعب، لكن انا حاسس ان الكره زي ما هي كده ممتعه، يعني في اخطاء بتحصل وارد، متعه كره القدم شويه في سرعتها، لكن ان كل شويه بتقف كل شويه في تدخلات. يا اشرف انت بتتكلم برضو يعني انت بتتكلم في افريقيا يعني وانت عارف افريقيا دي فيها مشكله كبيره جدا يعني الحكم الافريقي ده كمان كارثه. انا يوم 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 ماتش قلت الحكم وحش والحكم، بس احنا يعني احنا ما جيناش، لكن ده ما يمنعش انه في اهم واحده من اهم ثلاث ماتشات في السنه في السيزون على مستوى الاتحاد الافريقي يبقى ده مستوى تحكيم كارثيه وتدخلت في نتيجه اللقاء بدون شك. يعني ده مستوى شك. حكم يدير واحده من اهم ثلاث ماتشات لك الاتحاد الافريقي بيكرمه يعني بجد بجد لا كارثه طبعا كارثه يعني الحقيقه التحكيم الافريقي كارثه بمعنى الكلمه، وبتحصل في بطولات كبيره ونسبه المشاهدات فيها كبيره جدا، وبالتالي انا مش عارف الحقيقه الاتحاد الافريقي عايز ايه من من التحكيم يعني. طيب اروح معاك لماتش المصري شويه وبدايه الموسم مع مباراه المصري، شايف ماتش المصري ازاي وخصوصا انه جاي بعد ايام من مباراه الاتحاد العاصمه انطلاقه ومصالحه سميها زي ما تسميها، وخصوصا انه الماتشات اللي جايه دي
او عندك 3-4 ماتشات منهم 2 تمهيدي دوري ابطال منهم قبل نهائي كاس مصر، يعني كلها ماتشات مهمه، كلها ماتشات صعبه، وهم الاعداد الحقيقي بتاعك لبطوله الافرو ليج. وكمان موسم يعني هاخد ضرب من كلامك نار. موسم الحقيقه ضرب نار، يعني موسم ضرب نار. من اصعب المواسم اللي ممكن يواجهها النادي الاهلي في تاريخه اعتقد، يعني ما حصلش ده من بدايه النادي الاهلي صحيح. فاعتقد انه محتاج الحقيقه تركيز شديد جدا جدا، محتاج ان هي نقوم بسرعه، لان وارد جدا ان تحصل يعني زي ما حصل في مباراه اتحاد العاصمه انك تخسر البطوله او تخسر اللقاء. لكن غرفه الملابس لازم يكون لها دور، مستر كولر طبعا والجهاز الاداري مع خالد بيبو لازم يكون ليهم دور كبير جدا في الناس تفوق بشكل كبير. مباراه المصري مباراه صعبه، المصري بيستعد بشكل كبير جدا جدا. علي ماهر، يعني علي ماهر الحقيقه يعني عنده خبرات كبيره جدا وعارف وفاهم وحافظ ازاي بيقدر يتعامل مع النادي الاهلي وبيقفل مساحات ازاي، بيقفل على مصادر الخطوره ازاي. تعاقدات النادي المصري مع 11 صفقه الموسم ده، وانا شايفهم الحقيقه على الاقل فيهم 7-8 صفقات تقال جدا هيتقلوا النادي المصري. مباراه صعبه في ظروف صعبه انك خارج من خساره بطوله، لكن كل ثقه ان لاعبي النادي الاهلي دايما موجودين ودايما موجودين في المواقف الصعبه دي. بدايه الدوري مهمه جدا جدا، واعتقد النادي الاهلي عمره على مدار تاريخه ما كان فيه بدايه يعني انك تخسر بدايات بطولتين كده، يعني صعبه شويه. فاعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر، خاصه ان انا بقول لك ان السكواد الموسم ده، انا كنت لسه بكلم انت في الفاصل، السكواد الموسم ده رائع جدا ومميز جدا، ولاعبتنا الحمد لله معنويا وفنيا موجودين بشكل كبير جدا جدا مع مستر كولر. اتمنى بس ان العصبيه اللي كان فيها مستر كولر المباراه اللي فاتت ودي كانت غريبه عليا شويه، يعني ما تبقاش موجوده في الفتره اللي جايه، لانه الحقيقه هدوءه بيدينا كمان احنا ثقه. انا عارف ان هدوء بيديله امتيازات كبيره جوه الملعب، بيقرا كويس المنافس، بيعرف مصادر الخطوره ومصادر الضعف عند المنافس، لكن هدوء بيدينا احنا ثقه اكتر في ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يفوز في اي وقت. يعني طبعا هي في الاول والاخر مجرد مباراه، بس الظروف او مقدماتها بتقول انه مباراه لا تحتمل نتيجه غير الفوز. شايف ده ازاي في اوضه اللبس، وشايف دور الكباتن ايه؟ يعني انا كنت بتكلم كمان من ملاحظاتي انه حسيت شويه انه اللعيبه اللي بتتكلم في الملعب وقت، انت عارف في سيناريوهات كده طبعاً. طبعا المدير الفني دوره ومكانته وصلاحياته ما فيش فيها محل نقاش، بس ده ما ينفيش ابدا انه في لعيبه كبار وقت السيناريوهات الصعبه اللي بتعدي عليك في الماتش بيبقى ليها دور. طبعا حسيته غاب شويه في ماتش الاخراني ده. هنا قبل ما الماتش الثاني او قبل ما ابدا موسم الدوري، شايف انه اللعيبه الكبار ليهم دور، اللعيبه اللي عندها الخبرات ليها دور مهم جدا في ال 48 ساعه اللي جايه، دول عددهم كبير داخل النادي الاهلي دلوقتي. يعني عندنا 7-8 لعيبه كبار، يعني طبعا كل لعيبه نجوم في النادي الاهلي، لكن انا بتكلم على اللعيبه اللي عندها خبرات وعندها كاركتر تحمل المسؤوليه او القياده. يعني وخد بالك ان في يعني اسماء حتى لو كانوا بيلعبوا في الاهلي قبل كده بس رحلوا وعادوا بيشتغلوا مع كولر لاول مره. صحيح. في اسماء راجعه من اصابه ممكن تخش في الحسابات، ممكن لا. في اسماء انضمت جديده مش فاهمه او مش عارفه جوه اوضه اللبس بتاعت الاهلي او في المواقف بتاعت المواقف زي دي محتاج تعمل ايه، بنعمل فيها ايه. صحيح. فرضا جاي غريب علينا من المغرب، مودست جاي من بوندسليغا، امام نفس الحكايه. محتاجين يعرفوا ايه اللي بيحصل بالزبط. وده اللي انا بقول لك عليه ان دايما ده موجود، يعني الحقيقه غرفه ملابس النادي الاهلي دايما ليها دور ودور اساسي. وخلي بالك تصريحات كل الاجهزه الفنيه اللي تولت اداره فنيه النادي الاهلي بتعترف بده، ان اللاعبين الكبار وغرفه ملابس النادي الاهلي ليها دور كبير جدا جدا مع الجهاز الفني في تكمله المشوار والنجاحات اللي بتحصل دي. يعني عايز اقول لك ان على مدار تاريخ النادي الاهلي وانا واحد عشت ده، لما كان بتحصل اي مشكله او دروب في اي مباراه او اي بطوله، يعني كنا بنتجمع دايما عند كابتن شبير او كابتن علاء عبد الصادق او كابتن اسامه عرابي، يعني بعيدا حتى عن النادي، وانا بكلمك حتى بعيدا عن النادي، غرفه الملابس موجوده في اي مكان، منكم لنفسكم منكم لبعض يعني. وتجديد الدوافع مره ثانيه، ويعني ان لازم نشد ولازم نقوم ولازم ولازم. فده دور مهم جدا، وانا اعتقد ان الحقيقه
على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بكم هذه النجاحات غرفه ملابس النادي الاهلي ليها دور كبير جدا جدا. طبعا الشناوي واسماء كتير مش عايزه يعني حتى عبد المنعم وياسر ابراهيم وكهربا وقفشه والسليه طبعا يعني اسماء معلول كتير السنة معلول اللي فاتت طبعا شفنا له طبعا يعني لقطات كتير طبعاً جدا فليهم دور كبير جدا جدا وانا واثق ان لعبتنا ان شاء الله هتقدر في مباراه المصري انها تعود ومش طبعا ما فيش حاجه اسمها لا بديل عن الفوز لكن دي طموحاتنا كره قدم فيها كتير لكن دايما هتعودنا ان لعبتنا رجاله بيادوا بشكل مميز جدا بشكل رجولي جدا النتيجه طبعا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لكن طبعا نتمنى الفوز كبدايه للدوري هذا الموسم علشان يعني من البدايه ان شاء الله النادي الاهلي يضع قدم في التتويج بالبطوله باذن الله. تتوقع او تتمنى تشوف تغيير على تشكيله الماتش الاخراني ولا انت مضطر طبعا يعني كهربا مش موجود وحسين الشحات مش موجود فانت مضطر على الاقل في تغييرتين هم انت مضطر ليهم عن المباراه اللي فاتت اعتقد مودست هيكون له دور اعتقد ايه رايك في صفقه مودست؟ اشوف يعني امكانياته كبيره جدا جدا يعني انا كنت لسه بتكلم معاك رؤيتي كمهاجم يعني تحركاته داخل منطقه ال 18 او داخل منطقه العمليات مميزه جدا تمركزه لاحراز الاهداف رائع جدا جدا جسمان قوي جدا فايتر هيدرز محطه كبيره جدا للاجنحه اللي جايه من تحت اتمنى بس ان شاء الله انه يكون جاهز بدنيا ان شاء الله عشان يقدر يؤدي مع النادي الاهلي هي مرحله طبعا النادي الاهلي محتاج فيها مودست بشكل كبير ان شاء الله ان شاء الله يقدر يؤدي الدور ده لان انت محتاج حد بالامكانيات دي بامكانيات المهاجم الصريح ليه امكانيات معينه واعتقد مستر كولر كان عنده كل الحق في انه يعني يتطلب امور معينه او صفات معينه في المهاجم اللي يتعاقد مع النادي الاهلي ان شاء الله يكون له دور كبير جدا جدا في حسم بطولات كثيره ان شاء الله مع النادي الاهلي الموسم ده. اشرف انت يعني كويس انك كنت معايا النهارده يعني كان دايما بيتقال انه وانا كنت الحقيقه دي قناعتي انا كمان شخصيا انه الاهلي لما دعم السنه دي ركز بشكل كبير او طلبات كولر بشكل كبير جدا كان في تدعيم خط الهجوم وفي احتياجاتك يعني خلينا احتياجاتك مش بس خط الهجوم يعني معاك في ده بس حتى احتياجاتك اللي جت كلها عندها قدرات هجوميه صحيح. صحيح اوضح بكثير جدا من قدرات الدفاعيه صحيح فواضح انه الراجل كان يعني ده اللي هو شايف انه ناقصه او ده شايف ان هو محتاج مش هقول ناقصه لان الحقيقه الاهلي هجوميه السنه اللي فاتت يعني ما اقدرش اقول ناقصه يعني بصراحه يعني عندك الناحيه الهجوميه كهربا وكريستا وحسين الشحات هم هدافي بطوله دوري ابطال افريقيا ما تقدرش يعني. تقول الاهلي مثلا كان بيعاني هجوميا لكن اقصد اقول هو كان محتاج يدعم ده عشان او على حد ما كان بيقول او على حد هو شخصيا قال انا حاسس انه احنا بنكسب وبنسجل بس المعدل اللي احنا بنسجله مقارنه بالفرص اللي احنا بنصنعها مش مرضي بالنسبه لي صحيح فلكن السؤال بقى هنا هل بتشوف انه الوفره دي دايما يقولوا الوفره بالنسبه للمدير الفني وانت كنت مهاجم وعايز اسمع مش يعني عايز اسمع وجهه نظر المهاجم هل شايف ان الوفره دي ممكن تبقى في البدايات على الاقل لان يعني البدايات مهمه في بدايه المشوار اربع خمس ماتشات اللي جايين مشكله عند مارسيل كولر بتهيأ لي انت كمهاجم بتبقى محتاج لغه التفاهم والانسجام مع اللي حواليك سواء الاطراف اللي معاك او صانع الالعاب اللي بيمرر لك على تبقى على اعلى درجه صحيح ممكن جدا هنا حته الانسجام بالذات في النواحي الحته اللي قدام دي تبقى مفقوده دي مشكله بالنسبه لكولر في اللي جاي انا شايفها مشكله ومش مشكله زي ما انت بتشك وعندك يقين كده ايوه ليه مشكله ومش مشكله يعني كل ما كان المدرب عنده وفره من اللاعبين ولكن عنده كم من البطولات يقدر يشارك فيه كل اللاعبين دي نقطه مهمه وده اللي خلى مستر كولر علاقته كويسه جدا وطيبه جدا بكل اللاعبين الموسم اللي فات لانه كل الناس بتشارك احنا تقريبا سكواد النادي الاهلي كله الموسم اللي فات كله موجود وكله بيشارك معاك. صح اقطعك في الحته دي اتفضل وانا اكمل لا لا يعني معاك. يعني لو انا مثلا زي حد من الجمهور جه قال لك ايه طب بص انا هقول لك على ثلاثه لعيبه انا ما عنديش شك في امكانياتهم انا هحط رضا سليم في الناحيه اليمين واحط مثلا عبد القادر في الناحيه الشمال واحط انتوني مودست راس حرب ماشي التلاتة ككواليتي مفيش خلاف عليهم صحيح لكن التلاتة ما لعبوش مع بعض ولا مره ماشي مفيش انسجام بالشكل ده مفيش انسجام بالشكل ده هي دي المعادله بقى المفترض ان مستر كولر يعالجها لان المفترض ان يكون عندي ثنائيات وثلاثيات داخل الملعب مين هيشارك انا عندي ست سبع بطولات الموسم ده وعندي صحيح مش هيبقى عندي وقت كتير للتدريبات لانه يعني تقريبا كل بين كل مباراه ومباراه يومين او ثلاثه بالكتير لكن في سيستم سيمتريه بيشتغل عليها مستر كولر من فترات طويله في بطولات كتيره ست سبع بطولات اقدر اشكل فيها
واحط النواحي الخططيه والتكتيكيه واللعيبه اللي هتنفذ ده بشكل كبير، مفترض ان مثلا الكره هيكون عنده ثنائيات او ثلاثيات بشكل كبير، مين يشتغل مع مين وافضل تشكيل ممكن يخوض بيه اهم المباريات او اهم البطولات، والباقي ممكن يشارك في البطولات الثانيه. شوف من زمان او زمان كان عندنا بطولتين تقريبا، دوري وكاس، بطوله افريقيا يعني ثالث بطوله خلاص، ما كانش في مجموعات كمان أو ثلاثة. ما كانش في، لا يعني انا اقصد مثلا انا وانا موجود في النادي الاهلي احنا كان عندنا اربع فراوده تقال جدا جدا وانا طالع من تحت. يعني كل فين وفين لما حد يشارك بعيدا عن كابتن حسام حسن مثلا مره، كابتن حسام حسن كابتن رمضان، كابتن حسام وفيليكس، او كابتن ايمن شوقي وكابتن حسام، لو حد فينا قدر ياخد 10 دقايق يبقى يعني تمام جدا. تمام جدا. فهي الفكره انك عندك كم بطولات كتير، انت بتشارك النهارده في 6 7 بطولات في الموسم، وعندك مساحه كبيره جدا انك تشتغل مع مجموعه كبيره وسكواد هايل. انا عارف ان انت بتقول انه السكواد كبير وازاي هتقدر تعمل انسجام ما بين كل المجموعه اللي قدام، لان انت عندك على الاقل 12 تقريبا لاعب في الخط الهجومي ده ما بين اجنحه وفراوده. هتقدر تعمل الانسجام ده ازاي؟ لا تقدر ان شاء الله، لانه الكل بيشارك. ومستر كوره الحقيقه عودنا الموسم اللي فات انه ما فيش دكه بدلة، ما فيش حاجه اسمها بديل بره، في دايما لاعب اساسي ودايما اللي بره موجود انه لاعب اساسي، هو حاسس بده. عشان كده شفت الموسم اللي فات انه مفيش حد واقع بدنيا، الكل جاهز بدنيا وذهنيا وفنيا. لما انا استغربت جدا ان كهربا بعد موسم سنه كامله قاعد بعيد هداف دوري ابطال افريقيا. أيوه. استغربت انه مثلا الناس اللي بترجع من الاصابات، يعني كريم فؤاد مثلا كان راجع من اصابه، اكرم توفيق كان راجع من اصابه ورجعوا بالمستوى ده، رامي ربيعه لو فاكر في فتره من فترات كان مصاب فتره طويله جدا ورجع كانه واحد من الاساسيين. فاعتقد ان مستر كوره ليه دور كبير جدا في التعامل النفسي والمعنوي مع اللاعبين عشان يقدروا يادوا بالشكل ده، لكن الانسجام اكيد هيبقى موجود نتيجه المشاركات في البطولات. هو السؤال الهدف منه مرحلي ايه؟ انا عندي 4 ماتشات يبانوا انها ماتشات مش عايز اقول سهله، لكن خلينا نقول في المتناول. يعني لما الاهلي لعب في المصري في الدوري طبيعي ان الاهلي يكسب، لما الاهلي يلعب مع سان جورج ذهاب وعوده في دور تمهيدي في دوري الابطال الطبيعي ان الاهلي يكسب على الورق، يعني مفيش حاجه مضمونه طبعا، يعني كل حاجه على الورق حاجه وفي الملعب حاجه ثانيه خالص. لما الاهلي يلعب مع امبي فقبل نهائي كاس مصر طبيعي برضو ان الاهلي يكسب، صح؟ لكن في النهايه الاربع ماتشات دول بالنسبه لي الفوارق طبعا اللي موجوده، انت بتتكلم على فوارق كبيره طبعا. انا بتكلم على يعني حسابيا على الورق، لو وقفت 10 اهلاويه قلت له الاهلي والمصري ايه يقول لك الاهلي يكسب، قلت له الاهلي وسان جورج هيقول لك الاهلي يكسب، اهلي وام بي ايه يعني باستثناء السيتي السنه دي هو الفريق الوحيد اللي لو قابلناه ممكن يقول لك في كلام، لكن واتحاد جده برضو في كلام. حلوه الثقه دي يا احمد، حلوه ثقه جمهور النادي الاهلي في لعيبته في جهازه. الاهلي عودنا على كده، يعني الاهلي عودنا انك انت ترفع سقف الطموحات لاعلى حد، يعني لكن بالنسبه للجمهور، لكن في النهايه بقول لك الاربع ماتشات دول يبانوا سهلين، لكن هم ماتشات صعبه طبعا، ماتشات صعبه جدا، مفيش خلاف. لكن الاهم بالنسبه لي انك مش معلش قبل ما تكمل السؤال فضل. هل كان في ترشيح ولا 1% لاتحاد العاصمه الجزائريه؟ نهائي لا، نهائي لا، خبراء ولا جمهور ولا توقعات ولا اي حاجه. صحيح. لا. يعني انا بقول لك اول يوم بعد الماتش قلت اسهل بطوله او اسهل نهائي سوبر الاهلي خسر، فعشان كده بقول لك انه حاله اللاعبين والتركيز بتفرق كتير جدا معاك، لكن في النهايه لا انا باصص بقى على المرحله دي، انه الاربع ماتشات دول هم اهم 4 ماتشات الاهلي يحضر فيهم وعايز يوصل فيهم فورم وعايز طبعا يوصل فيهم انسجام قبل ما تروح لسيمبا في مشواره الكبير، ضرب النهار هيبدا معاك في السوبر ليج. صحيح، معاك تماما طبعا، لكن محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه ان الناس تركز على طريقه لعب مستر كولر، وانا شايف ان جماعيه لعب النادي الاهلي من اهم سمات مستر كولر مع النادي الاهلي. يعني شفنا جماعيه طريقه لعب النادي الاهلي في الجماعيه في الموسم اللي فات، وشفنا
كم اللاعبين اللي احرزوا اهداف، مش بس كهربا او محمد شريف او المهاجم، احنا شفنا كم لاعبين من خط الدفاع حمدي فتحي يعني هو تقريبا باستثناء الشناوي اعتقد اللي محرز اهداف مسجل. فاعتقد انه يعني الجماعيه دي بتفرق كتير جدا، وان شاء الله يكون يعني الكل ليه دور كبير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ماتش المصري يكون بدايه مشوار التتويج بالالقاب والبطولات مره ثانيه. بشكرك اشرف، نورت الدنيا. بشكرك جدا يا احمد، دايما كالعاده دايما سعيد بوجودي معاك. بشكرك، نورت الدنيا. بشكرك على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. ارفع راسك فوق، انت اهلاوي، وان شاء الله باذن الله من بكره نتابع استعاده الفريق رجوعه مره ثانيه للتمرين الاستعداد لماتش الثلاث امام المصري برج العرب الساعه 7 مساء. بشكركم مره ثانيه وتحياتي لكم.